قلت لك يا الريح حصة تفوت فيها روعاك. يا مرحبا مرحبا وحدة مغبعة، أنا قلت لك يا الريح حصة تفوت فيها روعاك. يا في الفخار طيح ناك، يا سمح الناج غيناك، يا في الفخار طيح ناك. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، تعودنا وتعودتم أن نلتقي مع بعض في حصتكم المحبوبة وبرنامجكم الذي نال إعجابكم، ألا هو برنامج واحد من أربعة. واش قال فيك؟ واحدة من الأربعة. أربعة. يرافقني سي كريم صديقي، وكذلك عنا اليوم استضفنا ضيف. ضيف اللي هو طيب، مؤدي وفارولي. بارك الله فيك. إذن كلمات شعر إلى آخره، الله يبارك. سي طيب، بارك طيبة القلب راهي فيك. اللهم آمين. نعرفون الإنسان لابد أن يختار شركة حياته، معلومة لي. وفي شركة حياته من يختارها الدين راهي حتنا باش نختاروا. قلنا المرأة تنكح لي أربع، تقدر تقولهم لنا؟ المرأة أربع تنكح لي أربعة، وشي الأولى؟ جمالها، جمالها، دينها، وعقلها، لا، مالها، مالها، ونسبها، نسبها. إذن عن النسب، سمتك خصا غير الدمارة شوية كنت تقيل، يا ركي ذيك الركعات هذيك، رك شوية تقيل في الأولى، ما علينا شي. ورك تشوف هنا كاين ربعة الأضرفة اللي قلناهم وراهم هنا، الدين، الجمال، إلى آخره. وكان هنا ملف، وفي الملف كاين ورقة على الاستعلامات تخص البنت. والحمد لله واحد اللجنة اجتمعت اختارت من كل فئة، دات تاع المال، دات يعني واحدة في المال، كاينين تاع المال بصح هي أحسن في المال لأن في العقلية إلى آخره. كذلك في الدين اختاروا واحدة متفقهة إلى آخره. في النسب اختاروا النسب الشريف الله يبارك. والجمال اختاروا ملكة الجمال. في ملكة الجمال داو وحدين من ملكات الجمال، داو وحدة راهم حاطين هنا، وكاين كل المعلومات على هذه، وهذو قابلين باش يتزوجوا، وكاين ناس تاع الخير راهم يعاونونا باش نأدوا هذه المهمة. وفضلناها باش نديروها في حصة باش نبينوا للناس بلي راه كاينين الناس الخير راهم يدفعوا ويعاونوا الناس. انت ان شاء الله غادي تختار وحدة، ممكن تختار وحدة عندك. شوف نيتك مليحة، انت انسان طيب وكسمك طيب. غادي مين تختار وحدة واش يوقع؟ غادي يدوك البلد، بصح دابا ماشي تروح روحو. انت تختار امريكا الشمالية ولا الجنوبية، كندا، روسيا. لا روسيا شوية رفعها، موزمبيق. الله يسهل عليك، روح الموزمبيق وقادو قول الله يسهل عليك، روح حتى عن طارزون الله يسهل عليك. احنا ندوق ما كانش مشكلة، المصاريف مدفوعي. وكان واحد اللجنة تبعك من بعيد باش ما يتخلطوش معاك، ما كانش إزعاج. يقولوا من يشوفوا السلوك تاعك حسن ومثلت غاية أحسن فنتين، كاين مفاجأة. هذيك مين تجي نعيطو لك نعطيك مفاجأة. المفاجأة تعرف بلي ما نقولوها لكش الآن، تبقى مفاجأة. هذي إذا راه سي كريم راه عنده هنا ربعة الأطرفة، وعندك الاختيار بكل هدوء بكل حرية، ما كانش اللي يأثر عليك. عقلك عندك الاختيار اللي تبغي، الاختيار تاعي باين. اسمح لي كيما هذيك الاغنيه يقول لك صغي بلاتي، صغي بلاتي وبلاتي هي احسن. صغي بلاتي، والله يسهل عليك، اختار لي
المال ما خاطيك المال راه عندك المال لا ما عنديش بصح ما حكيتهاش النسب هذا ما حكيتهاش هذا هو دينيها دينيها ما شاء الله الله يبارك شوف سي طيب سي طيب اختارت دينيها حاجه لا لا بين بين الناس باللي راه كاين هذا برنامج محترم راه يفوت باش يعرفوا يدينا ما يقولكش حنا ما عطرناش عليك ما قلناش بالريده تاعي بالريده تاعي غير اسمك يدل على كل شيء طيب اسمع تخرج من الازهر ومن القرويين ومن الزيتونه الله يبارك فيك كتاب الله والسنه ومستعد ليا ما عندكش ثقافه ديال الدروس خصوصيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تراويح في هذا الدرجه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله والله الله ما غاديش تلقى احسن منها ماشي ما كاينش كاين الدين ونصح خويا ما تتخلاش عليا ربي ربي يقول لك استديو الذي هو ادنى من الذي هو خير وجدي وجدك شنو يقولوا دارك هذه الكلمات ما تتخلاش على المكحله والمراه هذه هي اللي قلت لك فهمت عليك فيها فيها كاع الاوصاف فيها كلشي حتى الجمال الدين هذا حتى الجمال هذه اللي دينيها فيها الجمال وعندها الماء وعندها المال والنسب باهي اختارت الدين باينه بلي عندها احنا جدودنا باونا كيما هكا احنا ما يغويناش المال ما يغويناش الجمال كيما نقول لك ممكن انسان فاتت ولا تكون زعما كحله بس عشان ولا الاخلاق تاعها تعيش معها هاني الدين هو اللي يخليك تعيش هاني المال يزول المال يزول والجمال الجمال ممكن دا. ممكن هكا قرعه تاع غاز طيب هي تطقس راح الجمال راح وش يروح بصح الدين لا فصار تروح ساي تروح ولا كاع ما تحشي حتى زي ثاني تكبر شويه ساي وش يروح جاي ما كان والد والنسب كذلك هذا النسب يدوروا عليه كل حاجه يدوروا عليه كل حاجه اذا نقول تقول فاش هكا اي 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 شت شت شكون هذا لايف تاع لي ديري بوز لايف تاع لي ديري بوز ديري بوز ديري بوز ديري بوز مالا عاود 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 ثلاث مع المخرج قلت له خليني تعدي وني زعما فارق ديالي شوف علاش غير لك تعدي تخلى انت على لا تخلى لا 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 هذا شغل اش طبي تخلوا على بالك اخي بالقلب الصافي اديها نورمال يا ما موجب شي تعظيم هذا غير تاع الجمال ولا كيما لا 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 خلال. لا شت شت في قلبها راه في قلبها راه في قلبها لا دخل داخله كون قاعد مشيت دخل داخله مشيت واحد محتشم محتشم لا اخي اسمح لي الدنيا هذه ما كان والو الدنيا هذه مجرد هكا كيما نقول لك منال منتهى وصافي في قلبها نقولها ما كانش مشكل بصح والله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انا هذاك مع المخرج كنا عاون فيه من الصباح هنا قال لي كاين ربعه دريفه اه صح هذاك مع المخرج ما من هدرت مع المخرج مع المخرج المخرج ديال عمليه برا خويا اي روح برا انا عندها برا تخلوا الشهر هي عندها برا لا انا اللي جا راه يقول واش راه يقول يقول هضرت مع المخرج يقول مع المخرج لا ما يمنيش قال لي انا ما هضرتش مع هو وما عرفش هذه الالفاظ التقنيه هو راه حسب هذا هو هذا هو المخرج لا لا اخي اسمح لي انت كاع قال لك تدي ويسال تمسح تخلع الكرامه تاعك لا ما طلبش هذا مجرد هذا مجرد هذه 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 كيفاش تبي فين قاعد الكلمة تاع البنت وكلش في كلمة تاع البنت اسمح لي 80% راهي تما شركة حياة ما تبقاش لا اسمعني غير نكمل لك الشروط تبقى 20% تبقى شوية غادي تشوف البنت طبيعة الحال الأولى في المية مو ماريو عندي أربع أولاد أنا ما عندي ما نشوف كيهم قلت لك عندي لا عندي الزوجة تاعي أنا والحمد لله يا بصح ربي يخليها لي دير ربعة ها هذا تدي لا واحدة بزاف عليا لا بل معليش لا بصح واحدة بزاف عليا خويا وليدينيها بصح أنت اختارت ليدينيها والدين تاعها أنا هذه نعطي مديت رسالة بالك ممكن لا غادي تفوت الإذاعة ولا مديت رسالة اللي مازال ما تزوجوش كان اللي يغويه الماء كان اللي يغويه الجامع كان مديت رسالة أنا الحمد لله عندي مرتي وماري بولادي وربي يخليهم لي نفس حالي شنو نقول يا اختاري
متدينة حنا قارنة ولا قابلة قارنة شمرة شابو دابا قلت انا قلت ودي على سنة الله ورسوله انا نسول غدوة المتدينة تقول لي وصلتني معلومة على المباشر باللي الاخ كريم راه اختارني كيفاش نديرو الطلاق وفسخ هذا الحكم كنت في اللجنة اللجنة هي اللي اجتمعت هي اللي كاين انا والاستاذ كاين جماعه تاع خير اسمع لي الله يبارك اسمع لي انا تبالي قول علم انا تبالي انت ربما اثر عليك هذاك خوفا ولا مش عارف لا يسمي قانون لا غير يقول لك شنو حسيت لا ما تحش كما نحس لا راني نقول لك انا شنو حسيت راني صرحك سبحان الله دوك انت اختاريت لا على بالي اختاريت بالك انا ممكن هذه قال لك دوك حصه اسمح لي انا دوك ماري ما نشوفش ندير الزوجه بصح حنا قلنا بلي حصه وكان الناس راه مو انا بان لي اختاريت كيما هكا ديني هاد شو كاين جينيراسيون طالعه ونتمشى في الشارع نشوف كاين واحد يحكي الجمال واحد يقول الخرقه واحد المال واحد منهم لقيت رساله بلي ودي السمعه ديال نتاعها تقول لك اختارني وجاوب وعاود دار اخي صافي صافي انت تقول لي بلي انا فتاه باتيشير واحد لا 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 ماشي هادي لا اسمح لي انا فهمتك قلت لك هذا الملف 80% من بعد توقع الموافقه ديجا الموافقه الاوليه انت قلت لي شغل رفضتها 80% من تروح انت تروح معك لجنه وكل شيء يروح معك الامام وكل شيء 80% راهي راك مقبول صديق بقات 20% هذيك من بعد الرفض يوقع بعد ما تشوف انت شديت ملف وانا بانت لي انا انسان صريح وتعرفوني كده انا بانت لي من هذاك اثر عليك شويه ولا مش حبسه كي انا واحد من الناس هذا انا من يا اخي احنا في الاول الاستاذ عمر فهمك ثم كان لجنه تقبل السيد يفرض ظرف ولا ما تقبلوش كان لجنه لا انا ما انا تسجلت سيبو دروه الولي تاع هذا البنت الولي الشرعي تاعها راه حنا موافق فيه موافق شنو الموافق باش حنا نفوتوها في الحصه ونزوجوها في الحصه ما تزوجوها نمشي مشي هو انا صافي كي تزوجوها جيبها حتى لهذا اللي باغي يزوج يطلب لها جيبها لا جيبها يطلق على سبحان الله حنا ما نجيبوش مرام باش تنقول لا دوك تقول لي انتيا هذا الوالد تاعها ما يزوج لا ما خرج قلت لك خو من ربي سبحان الله انا هذه الزوجه تاعي اسمح لي عندك الهاتف تقدر تتصل بها تشاورها شكون الزوجه تاعها الزوجه تاعها على بالك كون تتصل بها دير لي روتري الجنسيه الجزائريه روتري علاه صايي ما يوليش روح لموزمبيق نعيش فيها انا هذه لقيتها في السراء والضراء كيف انا الزوجه تاعي نسمح فيها هذا هذه الزوجه اسمع لي عندها ديبلوم تقري عندها ديبلوم تقري اش اسمح لي انا غادي نقول لك واحد الجواب ماذا يقول الله غادي يقول لك واحد الكلمه يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع وهذيك في عصر كي كانت عايشه لا 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 دوك اذا حبوا كتا فيديو جيت روح دير عليه لاشي 65 ولا لقيته هذا القران زميل كانت عايشه هو كانت عايشه مزيره ما كانش كاين عايشه لا بصح كانت النيه كانت النية دوك ما بقاتش النية يا اخي انت الاولى كيما دينا لك الظرف قابل ستك قابل اوكي راني قابل بصح شنو ماشي قابل انا الزواج انا قابل انا مديت رسالة للجينيراسيون اللي طالعة خطيك من المال وخطيك من النسب وخطيك من الجمال الدين تاعها اسمعي هذه الرسالة اللي تحكي عليها قلت مديت الرسالة للشباب و
معليش معليش انت انت حر. هذه حنا قادرين بلا ما علاش نعيطوا لك ليك ولا نعيطوا لهذا ولا نعيطوا لاخر. بالك انا نورمال بالك قلتوا نجيبوا واحد زعما لا لا شاف هكا ولا يمد رساله. لا لا اسمع لي هذا قادر نديروه في الشارع. قال واش رايك يعني تديها تاع المال؟ نحطوا غير هكا ولا كان الزواج ثاني. كاين الناس هنا راه مكلفين باش يمولوا هذا الشيء. مانيش عارف انا كيفاش نروح انايا نستناك انت ولا نستنى هذا ولا نستنى باش يقول يمد رساله. رساله قادر نجيبوا امام مريح جالس مريح ويحكي قال باللي لابد ان تختار بالمثل تاع الدين لان الدين هو اللي تسبب في بلاوي هذا المتدين هذا المسكين. وانا ما كنتش قادر المسؤوليه في الاولى ما كنتش معنا في البرنامج وتضرب على الحال. وانا بالخصوص شرح لنا كون قلت لنا لا مانيش قابل دروك في الاولى اش قلت؟ لا انا نجيب لك واحد راه على المباشر راه على المباشر. علاش حنا قطعنا راه على المباشر. انا ديجا في الاول شنو قلت لك؟ قلت لك فيها قلت لك كي اختاريت الدين عجبتني. قلت لك فيها الجمال وعندها المال والنسب باين. صح عندي حاجه شابه وخلي عندي حاجه شابه صح هي شو انا اللي قابل دروك نوما الزوجه تاعي تقبل دير لها انت السكنه يا دكوش دير لها السكنه دير لها دكوش هو في الله كاع الامكانيه تاع المعيشه. اسمع لي اسمع لي دروك غادي غادي نكشفوا شويه. انا نقول لك تروح شهر العسل وكاين لجنه تبع شهر العسل. وين نروح؟ ما عندي وين نروح شهر العسل. معليش اسيدي ما تروحش شهر العسل. معليش معليش ما بغاش يرد عليك الدراهم نعطيهم لك ليك اسيدي. لا ما سحقتش دراهم انا ما فهمتني. شهر العسل الساعه لا ما ندي لا لا ما بداش ما بداش لا هاو لي مالي هذه الاسئله يلا حبك انا وسالك بس هذا دروك اختار لي دينيها. ما يقاتش دروك لي دينيها دروك تشوف فيه. انت راك قلت زعما اختاريت منا بعد تيحاسبوني. خلاص يا عمر اختم لنا الساعه. شوف شوف واش هو الاحساس تاعك اللي رفضت هذا هذه نورمال. لا من رفضت هذه يعني قبل تعاود ترفض. واش لا ما نورمال عادي. السيد جا طلب هكا يا نورمال نعطيها لها ما كاينش مشكل. صدقت عليه صدقه هو صدقه المقربين. وفي الاولى اش قلت لك؟ قلت لك انسان طيب وفيك الطيب. واش تقول ثاني واش هو الاحساس تاعك؟ الاحساس تاعي اسمح لي الحقيقي تاع العمق تاع قلبك. مين نقول لك شارك في الكاميرا مخي؟ نقول لكم بارك الله فيكم وعلى بالي بلي الكاميرا تاعشيك. نشكركم على الاستضافة هذه وفرحتوني كي عطيتوا لي وقت باش نوجه رسالة تاعي كاع الشعب الجزائري والزوجة تاعي اللي لقيتها في وقت الشدة في وقت الضراء لقيتها غير هي الزوجة تاعي. وراني مخرج شونسو قال لك حسبتك دمي وقلت نلقاك. حتى واحد من فاميليا ما يلقاك أبار الزوجة تاعك. الزوجة تاعي ربي يخليها لي وأنت الجمهور اللي كتفرج. إلا عندك زوجة ولا تهلا في الزوجة تاعك وتهلا في الاهل تاعك والدنيا هذه ما كان والو. والسلام عليكم بارك الله فيكم. هيلك هالريح حصة تفوت فيها روعان يا مرحبا مرحبا وحدي يا مرحبا ناكت هالك هالريح حصة تفوت فيها روعان.